في فرق في الاسعار بنسبه 70% من السنه اللي فاتت للسنه دي بسبب غلو العلف. بدا بقالنا اسبوعين دلوقتي بدا المضحي يظهر. الخميس اللي فات والخميس دوت بدا المضحي يظهر وبدا يبقى في حركه في السوق. يعني دلوقتي مثلا البهيمة كانوا بيشتركوا فيها أربعة، دلوقتي بيشتركوا فيها سبعة وثمانية ولغاية 10 تنفار بيشتركوا في 10 أفراد. الخروف بقى اللي كان بيتباعه هنا فرد واحد بقى بيشتركوا فيه اثنين. السنة اللي فاتت انا كان بالنسبة لي عندي جزار وعندي في مزرعتي كنت ببيع السنة اللي فاتت ب 60 و65 حي. السنة دي ببيع فيه ب 130 جنيه وبخسر. السنة دي كنت ببيع السنة اللي فاتت ب 65 وبكسب. السنة دي ببيع ب 130 جنيه وبخسر. من غلو العلفة. العلف غالي عليها هعمل ايه؟